السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الغاليين، أهلا وسهلا بكم. كل جزئية فيها حاجة خاصة بالقديم فأنا إن شاء الله هشرحها لك جنب الجديد قدامك، وعلشان يبقى الأمور ماشية بتسلسل منطقي هعرفك النهاردة إن شاء الله كل حاجة عن العناصر الانتقالية. المستويات الفرعية وإس يتحمل 2 إلكترون، فعملوا في الجدول عمودين سموهم الفئة إس. المستوى الفرعي بي يتحمل 6 إلكترونات. المستوى الفرعي بي يحتوي على 6 أعمدة أو 6 مجموعات. بنفس المنطق عناصر الفئة دي اللي موجودة في الجدول هلاقيها بتتكون من 10 أعمدة، لأن المستوى الفرعي دي يتشبع ب10 إلكترونات. نفس الكلام المستوى الفرعي F اللي إنه تعزل تحت الجدول، وأيضا هو يتشبع ب14 إلكترون معزولين أسفل الجدول، ودول مش هنتكلم عليهم كتير، هديك نبذة صغيرة عنهم على الجدول وخلاص. التقسيمة رقم 2 أولاد حسب الأنواع. أنواع العناصر في الجدول 4 عناصر ممثلة. فين يا حبيبنا؟ أهم كل دول عناصر ممثلة، بالإضافة إلى كل دول عناصر ممثلة. ممتاز عظيم. النوع الثاني عناصر خاملة، آخر عمود في الجدول تسمى العناصر الخاملة. كلهم يا مستر آخرهم B6 في التوزيع باستثناء الهيليوم 1S2. شكرا. عناصر وسط الجدول، عناصر الفئة دي عناصر اسمها عناصر انتقالية رئيسية، ودي هتبقى موضوع الدراسة بتاعتنا. وعندي عناصر موجودة أسفل الجدول يا مستر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4F من 1 لـ 14 أو 5F من 1 لـ 14، دي اسمها عناصر انتقالية داخلية. نسأل السلسلة الانتقالية الأولى وفقط، ونبدأ نمسكهم عنصر عنصر نقول العنصر ده بيتم استخدامه في إيه. ركز في الكلام كده، خلصنا السكنديوم وخلصنا التيتان. تأمل، وبعد ما نتكلم عن الكروم اوعى تنسى تقول سبحان الله. مستر انت بتقول على درجة عالية من الايه؟ من النشاط. وانت فهمتني يعني النشاط، يعني يتفاعل بسرعة، يعني يصدي، وتقول لي بيقاوم التآكل. ما انا قلت لك قول سبحان الله. يعني تلاقي القطعة بتاعت الكروم يا اولاد متغطية بطبقة من اكسيد الكروم، ما هو ناشط. بقول لك ناشط. طب الباقي ما بيتفاعلش ليه يا مستر؟ بقول لك اصل الطبقة اللي بتتكون طبقة غير مسامية حجمها اكبر من حجم ذرات الكروم، فبتحجبها عن الهواء الجوي فتوقف التفاعل. نقول سبحان الله كمان مرة، وبكده يكون الحمد لله انتهينا من الأهمية الاقتصادية لعناصر السلسلة الانتقالية الأولى. أشوفكم الحصة الجاية على خير، وربنا يوفقكم ونشوفكم دايما على ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.